المستمعين الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج الطبيب. اش تصدع الحاجه ماكيس ماكيتي وكلا خصك نضاضر. انا بالعاني زدت في الصوت باش نسولك على ايمان. مرحبا. قولي لي يا بنتي، واش بصح ايمان كتبغي داك الزغبي؟ مدى الحياة الحاجة؟ داكشي صعيب، عنده وحق الله العظيم كنكذب عليك. أويلي على مدى الحياة؟ والله ما كاين حتى حاجة مدى الحياة، هذه غير هضرة خاوية. إما بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة، سمعي فتيبقى عندهم الحق مدى الحياة. سمعتي؟ طول ما المؤمن له عنده الحق. سمعتي الحاجة؟ عمرك تسبق لها سقب الغنم. أنا غادي نسبق العيب قبل ما يجي منك. قولي لي بعدا، واش بحال داكشي ديال عزيز؟ الله يهديك خالتي، راه عينيك اللي كيعواجهم اللي كيشوفوه. وهو في الصراحه ما بيش خاصو شويه ديال الطول. ياك ولا واه حتى الحاج ما طولش بزاف، ولا باغا تزيدي تطولي بحال لسانك؟ ياك الهبيله والحاج، راه انا اللي قصرتو باش ما تديها فيه حتى وحده، ويبقى ليا مادة الحياه. الا لا حياه الوطني للضمان الاجتماعي من اجل ان الصندوق يعترف بالحاله الجديده. We'll be right back.